الشرطة المحلية تغلق هذا النادي الليلي في أربيل. أمر الإغلاق جاء بعد انتشار مقطع مصور يظهر طفلا ينثر النقود على إحدى الراقصات في النادي. تبين لنا أن هذا الطفل فعلا هو موجود في أربيل، وهذا المقطع الذي انتشر بشكل واسع في عموم العراق، حيث قمنا بإجراء اللازم وعلى الفور أرسلنا المفارز واللجان التابعة لهيئة السياحة والمديرية العامة لسياحة أربيل إلى المكان المشخص أو المحدد، وتم غلق المكان، وأيضا تم توجيه كتاب إلى الادعاء العام لتحريك دعوة جزائية ضد صاحب المكان. عمال في النادي الليلي رفضوا الكشف عن هوياتهم، يقولون إنهم يعملون وفق ضوابط تمنع دخول القاصرين أو توظيفهم، لكن الزحام الشديد ليلة رأس السنة أوقعهم في خطأ وجود هذا الطفل من دون قصد بحسب تعبيرهم. من ناحية الازدحام، من ناحية يعني مثل قلت لهم ماتش موجود، لو موجود وشايف الازدحام يعني مستحيل السيطرة على هذا الشيء. وأزيدك إيه، احتفالية رأس السنة طبعا. ولم يعرف حتى الآن كيف وصل الطفل إلى الملهى، فسلطات أربيل التي سبق أن أغلقت عددا من النوادي المخالفة تؤكد أن التحقيق ما زال مستمرا في القضية. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.